السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبة الطلبة في الجزء الأخير من درس الأحاديث النبوية الشريفة، حيث تناولنا في الأجزاء الثلاثة السابقة الأحاديث الأربعة، واليوم تبقى لدينا الحديث الأخير. تعالوا بنا مباشرة نحلل من حيث الإخراج أو الإعراب والاستخراج، نعرب بعض الكلمات ونستخرج بعض الأمور النحوية والصرفية. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هم دوني ولا أنظر إلى من هم فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. نبدأ بأول كلمة معنا في متن الحديث، أمرني. شو إعراب أمرني؟ فهل أمر هي اسم ولا فعل؟ فمن بين من وضعها أمر في حد بيؤمر فهي فعل. زي ما تعودنا قبل بنسأل مين اللي أمر وشو أمر وأمر مين، مشان نطلع الفاعل والمفعول به. فأمرني إلياء، أنت كمتحدث فاعل ولا مفعول به؟ أمرني، بدنا نعرب الياء مشان نسهل. شو رأيكم؟ إحنا بدنا حدا يأمرنا، ما هو إذا أبو ذر في حدا أمره الياء، إذا مفعول به. مين اللي أمره؟ الفاعل، ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاعل مستتر تقديره هو، فطلعنا جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول به. بحب المساكين جار مجرور وهي مضاف، والمساكين مضاف إليه. والدنو، الواو حرف عطف، إذن الدنو اسم معطوف مجرور لأن اللي قبلها مجرور، منهم جار ومجرور اللي هي المن الحرف الجر والهم الضمير المجرور، وأمرني نفس إعراب أمرني سابقا فعل ومفعول به وفاعل ضمير مستتر تقديره هو. أن أنظر، شوفوا أن اللي حرف المصدر ونصب، فنصبت الفعل المضارع بعدها فأصبح أنظر فعل مضارع مرفوع في قبله أن منصوب. فشوفوا الإعراب لازم نرجع كلمة لورا، أو يعني نرجع شوي لورا. فأنظر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والفعل ضمير مستتر تقديره أنا، أنا اللي بدي أنظر. إلى حرف جر من، إلى من اسم موصول مبني في محل جر بحرف الجر. طيب أنظر، المهم عندي هان أمرني أن أنظر. شوفوا صار في عنا مصدر مؤول، منين عرفنا في مصدر مؤول؟ من وجود الفعل المضارع قبل أحد الأحرف اللي هي بنسميها أحرف المؤولة، زي ما وأن وما وحتى، ويعني كثير منها مشهورة وهذه هي أشهرهم. فأن أجت بعدها، أجى بعدها فعل مضارع، فصار في عنا مصدر مؤول. معنى مصدر مؤول باختصار إنه هالفعل أنظر بدي أطول منه اسم، وزي الرياضيات أعوض هذا الاسم محل المصدر المؤول كله. فلو كنا أنظره، أنا إذا بنظر وإنت بتنظر، والعملية شو بتصير؟ أن أنظر النظر، كلياتنا بننظر، إذن النظر. فبتصير لو حطينا كلمة النظر هان وأجينا نعرب كلمة النظر، شو بيجي إعرابها؟ أمرني النظر. يلا طيب، إذا الفاعل معروف وهو ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، والياء مفعول به، أنا كأبو ذر بدي إيش؟ بدي يأمرنا الرسول. إذن أنظر النظر صف، شو إعرابها؟ وكأنه برضو بده يأمرني فيها، فهي مفعول به ثاني منصوب بالفتحة، وإلى طبعا حرف جر ومن هم كما أسلفنا، ولكن هذه مهمة جدا اللي المصدر المؤول. فقال يعني طلع لي استخرج لي مصدر مؤول وبين محله، مصدر محله من الإعراب. فالمصدر المؤول عندي النظر، ومحله من الإعراب هو مفعول به ثاني. ولا أنظر نفس أنظر إعراب هنا، ولكن مصدر مؤول يعني ولا أن أنظر،
فما فيش عندي أن اللي أن مضمرة، فصار عندي أنظر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، يعني ولا أن أنظر، ما كررش أن زي اللي فوق، منصوب بأن مضمرة، والفعل ضمير مستتر تقديره أن أنظر أنا، تقديره أنا إلى حرف جر ونكمل من، يعني نفس إعراب من هنا، هاي قصدي نكمل له اسم موصول مبني في محل جر بحرف الجر. هم دوني، وأمرني نفس إعراب أمرني سالفا أن أصل، حرف مصدري ونصب، إذن أصل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. طيب الرحم شو إعرابها؟ أنا اللي بده يوصل، إذن الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا هان، والرحم بدك توصله، إذن شو إعرابه؟ بالضبط مفعول به. بنرجع مشان تركز في الإعراب، أن أصل بتشبه أن أنظر، إذا في عندك مصدر مؤول وإله محل من الإعراب، المصدر المؤول من أن أصل بدنا نطول اسم، زي ما طولنا اسم من أن أنظر طلع النظر، بدنا نطول اسم من أن أصل بيطلع الصلة، أنا بوصل وأنت بتوصل، شو الاسم؟ اسم صلة، الصلة اللي بيننا، يعني وأمرني صلة الرحمي، فصارت صلة مفعول به ثاني، لأنك أنت اليا يا أبو ذر مفعول به أول، تمام؟ وإن أدبرت، إنها حرف شرط، إن أدبرت، إذا أدبرت وجوز إيش؟ ما تدبرش، إن أدبرت فعل ماضي مبني على الفتح، التاء ساكنة، إذن للتأنيث لا محل لها من الإعراب. وأمرني نفس إعراب أمرني سالفا ألا، يعني أن مع لا أسأل، فعل مضارع منصوب بأن، يعني أن لا أسأل وعلامة نصبه الفتحة. طيب هو اللي بده يسأل، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، بده يسأل مين؟ أحدا، مفعول به أول، لأنه بده يسأل شو هو؟ إشي، مفعول به ثاني، إذا أحدا مفعول به أول وشيئا مفعول به ثاني. وأمرني نفس إعراب أمرني سالفا أن أقول، نفس إعراب أن أصل ونفس إعراب أن أنظر، وفي عندي مصدر مؤول وهو القول، يعني أو يعني القول هان بيجي تشكيلها، فبالتالي وأمرني القول بالحق جار ومجرور، وإن برضو في عندي حرف شرط، إن كان مرة، صار في عندي كان بدي اسمها وبدي خبرها، وإن كان الحق المحذوف هنا اسمها المرفوع، ومرا خبر كان المنصوب، وأمرني ألا نفس أمرني ألا فوق، أخاف نفس إعراب أسأل نفس إعراب أصل، فعل مضارع مرفوع وفعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة منصوب بأن مضمرة هنا، في حرف جر لفظ الجلالة الله اسم مجرور، ألا أخاف لومة مفعول به، وهي مضاف ولائم مضاف إليه مجرور. وأمرني نفس إعراب أمرني سابقا، وأن أكثر نفس إعراب أن أقول وأن أصل وأن أسأل، ولدينا مصدر مؤول وأمرني الإكثار، أنا بكثر وإنت بتكثر وهي بتكثر، إذن وأمرني الإكثار من قولي جار مجرور، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الجملة لدينا يعني في لها أكثر من إعراب، ما بدنا نفوت في تفصيلها لأنه بعيد شوي عن كثير من مواضيعكم، زي اللي لا حول لا اللي نافي للجنس، حول اسم لا نافي للجنس، الواو عاطفي، لا نفس إعراب لا لا نافي للجنس، قوة لا لا احنا عربناها، اسم لا نافي للجنس إلا مستثنى بالله جار ومجرور، وشبه الجملة في محل رفع بدل أو في محل نصب بدل. فإنها في عندي صار ناسخ ثاني، هنا كان في عندنا ناسخ ثاني من النواسخ اللي كانوا إن، كنا كل إشي بلزق في إن أو أخواتها اسمها، في الضمير هنا ها في محل نصب في محل رفع اسم إن أو في محل نصب اسم إن دايما منصوب، إذن فإنها الضمير في محل نصب اسم إن، وكنز في محل رفع خبر إن، نفس عكس كان مرة هنا بصير فإنها كنز، لأنه بكون هنا الخبر مرفوع في كان، وبكون لأنه الخبر بكون منصوب في كان والخبر بكون مرفوع في إن، من كنوز جار ومجرور، وهي مضاف الجنة مضاف إليه. نستخرج من الحديث الشريف بعد ما أعربناه تقريبا إعراب كامل، بنستخرج منه غير المصادر اسم فاعل وهو
لائم، ولائم في إعلال أصله لاوم من لام يلوم فهو لاوم، وقلبت الواو إلى همزة لأنها وقعت مكسورة بعد لام أو بعد ألف اسم الفاعل في كلمة لائم. هذا أهم ما في الحديث الشريف إعرابا واستخراج بعض الأمور النحوية والصرفية. أتأمل أن أكون قد وفقت في هذه الأجزاء في تحليل يعني أمور خارجية، وبالتالي كل الأحاديث النبوية صارت عندكم تقريبا جاهزة. الحديث الشريف اللي أمامكم كمان يا جماعة في أسئلة من أسئلة الكتاب اللي هو سؤال رقم 7، بما علل رسول الله طلبه من أبي ذر الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكمان في من الفهم والاستيعاب رقم 1 ألف عبارة وإن أدبرت تعني وإن قطعك الرحم. ونستخرج من الحديث الخامس اسم فاعل ومقابلة وجمع تكسير. استخرجنا اسم فاعل، ديروا بالكم في مقابلة اللي هي طباق مرتين، الطباق في دوني وفوقي، عالي ودون ذلك. فدوني وفوقي في عندي لحال في انطباق، ولكن شوف أمرني أن أنظر إلى من هم دوني كلها مع لا أنظر إلى من هم فوقي كلها، هذه فيها مقابلة. فتنسوش المقابلة هذه، مهمة جدا من المحسنات البديعية. كل الشكر والتقدير لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. كل الشكر والتقدير مجددا، وإلى اللقاء.